فقرة ضيف ونناقش فيها البرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل الصاحي منظومة التربية والتكوين بالمغرب. دعونا نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي. مرحبا بكم أستاذ. مرحبا سيدي. حتى نفهم أكثر، يعني ما هو الإطار العام الذي يتحكم في رسم البرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية؟ ولن نشير أن هذا البرنامج التنفيذي كيستمد وكيستقي العناصر دياله والمعاليم دياله من توجيهات الملكية ديال خطاب عيد العرش وديال ذكرى ثورة الملك والشعب. إذن عنده أجندة غيعمل بها، ولكن عنده واحد الإطار عام أخر اللي هو الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، واللي فيها من طبيعة الحال هدف واضح هو الارتقاء بالمدرسة وضمان جودة تعليمها وإنصافها للمواطن. معنيناش إلا احنا شفنا الأجندة يعني بتطبيقها، وما قالوا وزير التعليم البارح أمام أنظار جلالة الملك، كنقولوا أننا أمام تطبيق واحد الجانب اللي هو جانب اجتماعي، جانب اجتماعي يعني فيه برنامج تيسير، فيه الدعم ديال الإيواء، فيه الدعم التنقل المدرسي، فيه الدعم الإطعام، فيه غير ذلك من هذه الجوانب مهمة والتحويلات المالية وغير ذلك. لكن هناك جوانب أخرى من طبيعة الحال مشار لها في الإطار العام اللي قلت له هو الرؤية الاستراتيجية، وهي التي يجب الاهتمام بها أيضا بشكل أو بآخر لأنها مهمة من أجل إنجاح هذا التعليم. التعليم له برامج، التعليم له بيداغوجية، التعليم له مناهج، التعليم له موارد بشرية، التعليم له يعني كل هذه الأرضية. لأنه حقيقة أننا لما كنخمو في البرنامج الاجتماعي احنا كنحلوا واحد مشكلة كبيرة بزاف، ويمكن تشكل نص ديال فشلنا في إصلاح التعليم اللي هي الهدر المدرسي. فالهدر المدرسي خاصة في القرى النائية والقرى المعزولة يصعب على التلميذ يعني استمرارية في تلقي العلم وتلقي التعلم اللي هو أساسي. ولذلك احنا كنفكوا واحد المشكلة، لكن لا زال أمامنا مسار كبير لنقول أن تعليمنا يعني بدأ يرقى بنفسه وبدأ يسترجع جودته اللي نحن إليها بشكل أو بآخر. ولذلك هو عندنا جانب في التعليم وجانب في التكوين، التكوين المهني أقصد. وهذا الجانب ديال التعليم لا بد من إنجاحه من هنا السنوات المقبلة 2024-2022 حتى كما قلت يكون لنا تعليم نتباهى به. عن هذه النقطة بمزيد من التفصيل في سياق هذه الحصة، ذكرتم أستاذي أن هناك مجهودات كبيرة تذكر، وأنتم تعلمون بأن هناك معيقات سوسيو اقتصادية يعني للتمدرس، وهناك أعباء مادية كبيرة على الأسر المغربية. كيف سيمكن هذا البرنامج من إعطاء دفعة قوية للبرامج خصوصا ذات طابع الاجتماعي؟ دائما نتحدث عن هذه المسألة بمزيد من التركيز. احنا واعينا يا سي عبد الله بمشاكل في التشخيصات اللي تمات هذه تقريبا 30 عام، احنا كنشخصوا اشنا هي الامراض اللي كيعاني منها التعليم. فقلنا واحد البرنامج استعجالي ما كتبش فيه الله كما كنقولوا، دزنا الان للرؤيه الاستراتيجيه لاصلاح التعليم احنا غاديين، لكن في شيء كان كينقص وهو الفعاليه، يعني انك تدقق الامراض القابله لسرعه الانجاز والتصحيح. هنا علاش قلنا انه هذا البرنامج التنفيذي لتوجيهات الملكيه اللي جات في خطاب ديال عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب. إلا احنا زولنا هذا الجانب وزولنا الجانب المرتبط بالهدر المدرسي، انت امام برنامج هام سواء تيسير ديال تحويل الشيكات والدعم، سواء تيسير المرتبط بالمطعم المدرسي وبالنقل المدرسي وبالإطعام. هذه جوانب هامة في النقص والحد بالهدر المدرسي. كاين أماني من طبيعة الحال أو رؤية بأن يتم تقليص الهدر المدرسي في القرى، يعني بخصوص التعليم الابتدائي الأولي في القرى والمدينة، من 7% اللي كاين دابا تقريبا إلى حدود 1%. طيب مزيان، هذا أمل. إذا كانت 6% ولا 7% هي الصحيحة كرقم، ولكن هذا أمل مزيان مهم. ندوزو للتعليم الإعدادي، يعني كنتمنى أننا نمشي وكنستهدفوا أننا ننزلوه من 12% اللي هي الحالة ديال الراهنة إلى حوالي 3% في 2024. هذا إنجاز هام أيضا، نحن نسير في الطريق الصحيح. لكن مع صحة الأرقام، هل هذه الأرقام طبعا مضبوطة وصحيحة؟ والثاني مع الفعالية. التعليم سي عبد الله نكونوا واضحين كيحتاج كما قلت أكثر من مرة، كيحتاج من طبيعة الحال للشجاعة
ومن طبيعة الحال للإرادة. المواطنة موجودة، الكفاءة موجودة لإصلاحه، لكن الشجاعة ربما هي التي تغيب، ونتمنى أن تحضر وتحضر معها الإرادة والفعالية أيضا. أكيد هي اللي قلنا على الخطاب. بانتظار إرساء السجل الاجتماعي الذي سيحدد للمستفيدين المقبلين من عمليات الدعم، برنامج تيسير، يعني ما أهداف هذا البرنامج؟ برنامج تيسير للدعم المالي المشروط للأسر. برامج تيسير بعد المرات كتوجه لنا، بدا في 2008 نكون صراحة، كتوجه له انتقادات أحيانا، لأن مازال الدعم المالي كيبان للناس أنه ضعيف، يعني 60 درهم حتى 140 درهم تقريبا بالنسبة للإعدادي، و60 درهم وكذا في الابتدائي. كيقول لك شخص راه ثمن الكتاب وصل 60 درهم، كيفاش هذا الشخص شهريا غيتلقى هذه المنحة؟ ولكن نكونوا صرحاء، هذا البرنامج هو جانبي، هذا البرنامج هو مواكب اجتماعيا، هذا البرنامج كيكلف واحد مثلا غير في مجال التحويلات كيكلف واحد 600 ولا 700 مليون ديال الدرهم. هذا البرنامج نجح في البرازيل ونجح في المكسيك ونجح في تركيا ونجح في دول اخرى، فاكيد غينجح في المغرب مادام كيستهدف واحد 800 الف تلميذ مثلا، او 400 الف اسره، او 400 وكذا ديال القرى اللي كيستهدفهم. اذا فنحن نسير، يعني هو برنامج مواكب، ويواكبه برنامج تيسير ايضا في مجال النقل المدرسي، وهذا هام جدا، في مجال الاطعام، في مجال يعني الايواء. واذا انت ازحت عن طريقك هذا العائق الهام اللي هو الهدر المدرسي، والذي يسبب هذه المعقدات التي تسبب في تعميق الهدر المدرسي في قرانا وبوادينا ودواويرنا، فمن طبيعة الحال نكون سلكنا الخطوة الأولى لنعود بعد ذلك ونحن نواكب هذه الإصلاحات، لأن ما عندنا راحة إلا جينا للتعليم والصحة، ما عندنا راحة. تمشي الانطلاقة وتواكبها إصلاحات البيداغوجية والتعليمية. خص وزارة التعليم تهتم، يعني ماشي الإصلاحات في البرامج فقط، ولكن أيضا في المراقبة، ولكن أيضا في الحكامة. خصها تشوف القطاع الخاص، هاد الجشع اللي وقع في القطاع الخاص، هاد التسابق، هاد اللهفة اللي وقع في القطاع الخاص، راه أنهكت الآباء حتى اللي عندهم قدرة. التلميذ اللي كيهز جوج محفظات غادي بهم المدرسة، هذا راه ما يمكنش، داك أولك العجيب اللي كانوا كيقولوا عليه فلم يمكنش يكون هو. إذا يجب مراجعة هذه البرامج، يجب إدخال الرقمنة، يجب إدخال التكنولوجيا الحديثة. إحنا إلا بغينا نقولوا إصلاح تعليمنا راه كيشد الطريق، الجانب الاجتماعي نعم هام وهام جدا، لأنه كيدفع بشبابنا ديال المستقبل وبأبنائنا ديال اليوم أنهم يكون غدا عندهم تعليم وثقافة، وهذه هي الموارد البشرية اللي كنبغيو يكون عند المغرب ديال 2024 و2030. في ذهن ووجدان من يسهر على تطبيق كل هذه الرؤى وتنفيذ هذه البرامج؟ لأن التعليم خصو يكون العلاج ديالو شمولي، وحنا متأخرين بزاف، يعني في مجال التعليم متأخرين بزاف. حنا ارتقينا بنفسنا في مجال الاستثمارات، حنا كنحتلوا المرتبة الثانية تقريبا ان شاء الله الاولى في استقطاب الاستثمارات، حنا كنحتلوا المرتبه الثالثه في على المستوى العربي، ولكن غير كتجي على مستوى التعليم تتوجدنا على المرتبه الاخيره، رغم اننا القدره ولنا الجراه ولنا الكفاءه ولنا الامكانيات. اذا يجب ان نسير، وامس كانت الفرصه متاحه، واللي توقع امام جلاله الملك من اتفاقيات كتعطي للتكوين المهني ديالنا اقلاع كبير جدا، خاصه الجانب ديال الرياده وديال الصحه. ديال الرياده هام جدا باش نكونوا واضحين، لان الرياده اصبحت مهنه، ولان هذه الاتفاقيه كتطبق مبدا ديال العقل السليم في الجسم السليم، او يعني بهذه الصوره، وتطبق القانون. والوزير المعني، وزير الشباب والرياضه، اعطى التفاصيل اليوم في التصريحات ديالو اللي كانت للصحافه، شفنا التفاصيل، شفنا اهميه هذه البرامج اللي كتمشي هاد المسالك اللي فيها رياضه ودراسه، واللي كتدمج المعارف بالرياضه، شفنا الاهميه ديالها، لان ولات مهنه الرياضي بكل يعني انواعها وتشعبتها، ولات مهنه ولم تعد فقط هوايه. هناك ايضا الجانب الصحي، وهذا ايضا مهم، وحنا كنحتاجوا انه نواكبوا في مجال التكوين المهني، تكون عندنا مهن صحيه. تفضل سي عبد. هناك برنامج اخر، برنامج يعني تطوير وتعميم التعليم على مستوى المغرب، كيف سيخدم العمليه التعليميه؟ هذا اللي ما بقات فيه هضره، هذه 10 سنين و12 عام، لما وجدنا في التشخيص، يعني قبل ما نديروا البرنامج الاستعجالي، وجدنا ان كل ما بعدتي في القريه، كل ما الا ما كانش الطفل ما كيمشيش للمدرسة لظروف البعد أو المشاق أو أثناء يعني التقلبات الطبيعية كالشتاء كالثلج ككذا، إذا كاينة معيقات حقيقية، بعد مرات طبيعية، بعد مرات جغرافية، بعد مرات أيضا يعني
مرتبطة بالوضع المالي للعائلة. أحيانا الأب كيبغي الابن يساعده في القرية، هناك تربية يعني هناك بعض الأنشطة الفلاحية المعروفة اللي كيمكن الابن يساعد فيها الابن، وهنا مدرستنا تأخرات على مستوى القرى وبقينا كننجو واحد الشباب ملي كيطلع أمي من طبيعة الحال من ناحية المعرفة والكتابة. إذا كان لابد من محاربة الهدر المدرسي، وجاء هذا البرنامج الذي نحن بصدد الحديث عنه، وفعلا تقلص الهدر المدرسي بشكل ملحوظ. كنت أود أن أسألك عن مسألة التكوين المهني ويعني ملائمتي مع الحاجات الجوية، لكن دهنا الوقت، اعتذر منكم مشاهدينا. شكرا أستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي على حضورك معنا.